بسم الله الرحمن الرحيم. لا شيء أجمل ولا أحلى ولا أفضل يوم القيامة من الاستظلال بظل عرش الرحمن، من الدخول في كنف الله ورحمته، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاتصاف بالصفات الموجبة للظلال والموجبة للاستظلال بظل الرحمن يوم القيامة التي حدثنا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. صفة من هذه الصفات عظيمة كريمة، صفة العفة، عبر عنها بقوله: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. الشهوة سلطان على الضعيف من الناس، على عامة خلق الله الذين لم تقوى نفوسهم تتقوى قلوبهم. روى أهل التاريخ قصة بمكة المكرمة، بينما رجل وزوجته في البيت، وكانت الزوجة عندها شيء من الجمال والوسامة، شكلها جميل ومغرورة بجمالها يعني وحسن شكلها ومنظرها، فتقول لزوجها وهي ترى وجهها في المرآة، أعجبها وجهها، تقول: أترى أحدا يرى وجهي هذا ولا يفتتن؟ فقال لها: نعم، أعرف شخص حتى لو رآك فلن يفتتن بك. قالت: من هو؟ قال لها: عبيد بن عمير، مقيم في المسجد الحرام، عابد صالح ناسك. قالت: هل تأذن لي أن أفتنه؟ قال: إن قدرت جربي. فذهبت إليه على شكل مستفتية تريد أن تأخذ منه بعض العلم، تصورت بهذه الصورة وهذا الشكل، فأخذته إلى جانب من المسجد بعيدا عن الناس، فكشفت عن وجهها، وكان وجهها جميلا، وكانت امرأة طيبة الشكل، فغض بصره عنها ثم قال لها: يا أمة الله، ماذا تفعلين؟ قالت: إني أحبك وكذا وكذا وشيئا من هذا الكلام، وإن قلبي قد تعلق بك، تريد أن تستدرجه إليها. فقال لها: يا أمة الله، إني سائلك أسئلة فأجيبي ولا تجيبيني إلا بالصدق. قالت: لك ذلك. قال لها: لو أن ملك الموت أتاك الآن ويريد أن يأخذ روحك، أتحبين أن أقضي لك هذه الحاجة التي تريدين؟ قالت: لا. قال: صدقتي. ثم أخذ يسألها ثانيا عن العرض على الله وعن الميزان وعن الصراط وعن البعث، ولكنه كان رجلا صادقا، كلامه يؤثر ووعظه يهز القلوب، حتى رجعت إلى زوجها في البيت. فلما رجعت إليه قال لها: ما صنعتي؟ قالت: أنت بطالون ونحن بطالون ومعرضون عن الله، ولم نكن نستشعر المصير إلى الله، وكنا نلعب في الدنيا ونلهو ولا نتذكر ربنا. فأخذت في العبادة وأخذت في الطاعة وأخذت في النسك، وتغير حالها، حتى كان زوجها يقول: ما لي ولعبيد بن عمير، غير علي زوجتي، كانت في كل ليلة عروسا فصارت في كل ليلة راهبة تقوم وتصلي لله جل وعلا. رجل ثابت قال: إني أخاف الله، وعلمها كيف تخاف الله سبحانه وتعالى. لنا في كل حلقة نموذج من نماذج الرجال الذين تعرضوا لهذه المواقف، ثم العفة والخوف من الله والحياة من الله منعهم، فظهرت عليهم صفة من الصفات الموجبة للاستظلال بظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. نموذجنا لهذه الحلقة هو فضالة ابن عبيد الليثي، صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. له قصة عجيبة، كان في قلبه شيء من الكفر والنفاق معتزنا عام الفتح، حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطواف، وأخذ معه سكينا مسموما يريد أن يقتل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحين ساعة ليس فيها كثيرا من الناس، وكان النبي يطوف بالبيت، فلما مشى بضع خطوات التفت إليه وقال: فضالة، بما تحدث نفسك؟ قال: لا شيء، كنت أذكر الله سبحانه وتعالى. فمشى النبي صلى الله عليه وسلم بضع خطوات ثم توقف، قال: فضالة، بما تحدث نفسك؟ قال: لا شيء، كنت أذكر الله سبحانه وتعالى. وهكذا وهو يضمر في قلبه هذه النية الخبيثة، حتى التفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فضالة، أدنو. فدنا فوضع يده على صدره ودعا له وبرك عليه، فإذا بالإيمان يسري إلى قلبه، والطاعة والتقوى والاستقامة تأتي إلى فؤاده وضميره وتدخل. قال: فوالله ما رفع يده من فوق صدري إلا وهو أحب خلق الله إلي. كان يريد أن يقتله، فتحول إلى مؤمن قوي الإيمان.
ظهر إيمانه حينما خرج من المسجد، ثمرت هذه اليد الكريمة، هذه اليد الشريفة ظهرت عليه حينما خرج من المسجد الحرام. كانت هناك امرأة من أهل المال وأهل الفجور تعتاد أن تجلس مع فضالة بن عبيد، تتبادل الحديث والكلام واللهو وتضيع الوقت، فدعته قالت: فضالة هلما تعال إلى ما كنت تحدثنا إليه سابقا، وقد كان يجلس معها كثيرا. فقال لها فضالة، قالت: هلما إلى الحديث؟ فقلت: كلا يا أبا علي الله والإسلام، يا أبا علي الله والإسلام، لو ما رأيت محمدا وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام أيقنت أن الله حقا واحدا والكفر يغشى وجهه الإظلام. فامتلأ قلبه إيمانا ولم يعد يستجيب لهذه الدعوات عن يمنة ويسرة. ودعته المرأة ذات المنصب والجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. رسالة مني ومن فضالة بن عبيد إلى كل شاب وشابة وكل رجل وامرأة يوجد في طبيعة الإنسان وفي أثر نفسه الشهوانية ميل إلى المعصية والحرام شيئا ما، هذا قبل أن تتزكى النفس وقبل أن تصلح، ولابد من تزكيتها وتطهيرها. والطريق السريع لتطهيرها وتزكيتها القرب من أحباب الله جل وعلا وطلب الدواء والمعالجة منهم. فهذا فضالة عالجه رسول الله فعاد رجلا آخر. رسالة أخرى: تذكروا المصير والرجعة إلى الله جل وعلا كما فعل عبيد بن عمير مع المرأة حينما وعظها، عل الذكرى تنفع المؤمنين. رسالة أخيرة: لا تسعوا في نشر الفساد في الأرض، وخذوا عبرة مما يحصل في ماضي التاريخ وحاضره ومستقبله. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وعدوا بعذاب أليم في كتاب الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله تعالى التوفيق لكل خير.